ارجع بقى لمساله التصنيع، علشان دي برضو نعم عمليه متكامله الحقيقه، علشان طبعا. يكون في ميزه نسبيه. نعم دكتوره ايريني، استشاري الهندسه البيئيه، نائب رئيس الهيئه الالمانيه للتعاون الدولي، يعني استشاري الهندسه البيئيه بالبلدي كده يقول لك ايه، تدوير المخلفات والبيئه النظيفه والكلام ده. برضو تقييمك الشغل اللي احنا عملناه وجايه بافكار عامله ازاي؟ الحقيقة مصر في الكام سنة اللي فاتوا عملت نقلة حقيقية غير عادية، يعني ما ينفعش نقارنها بأي حاجة تانية بتحصل في أي حتة. أيوه. لأنه أي صناعة في الدنيا هتقوم محتاجة شوية حاجات أساسية، أيا كانت الصناعة دي تبقى إكس يعني، محتاجة طاقة. والنقلة اللي عملتها مصر في الطاقة يمكن دي حتى المواطن العادي كله حس بيها، كان بيقعد والدنيا بتطفي النور، النهاردة في فائض في الطاقة عند مصر، فبالتالي أقدر أعمل صناعة مبنية على كده. عندي طرق أقدر أوصل بيها للمناطق الصناعية فأقدر أعمل، بنية تحتية عموما اللي حصلت في مصر في السنين اللي فاتت فتحت الباب انه بقى عادي جدا ان احنا النهارده نتكلم بقى على كل الصناعات اللي احنا عايزين نتكلم عليها. حضرتك بتقولي نقطة، معلش اسفل مقاطعتك، اللي يعني البعض اللي ينتقد او بيقلل من اهمية البنية التحتية والاستثمار فيها والانفاق فيها، بتقولي انها بتمهد الارض لكل اشكال الصناعه طبعاً وكل الاستثمارات. طبعا حضرتك لو عندك، لو جبتي يعني اكتر حد خبير في الدنيا في اي حاجه وحطيتيه في حته ما فيهاش كهرباء وما فيهاش طريق ولا هيقدر يعمل حاجه، نو واي، لانه لازم الاساسيات دي تكون موجوده. والحقيقه الحكومه المصريه قدرت ان هي تعمل ده كلام ما فيهوش اي نوع من المجامله، ده الواقع اللي كل الناس شايفينه. فبالتالي النهارده لما نقدر كمان بقى نتكلم عن الخطوه اللي بعدها، ان احنا نتكلم عن السستينابيلتي، او ان احنا نبتدي نتكلم انه احنا مش بس عايزين نعمل صناعة، ده احنا عايزين نعمل صناعة خضراء، لأنه التوجه العام كله دلوقتي في العالم كله احنا بنتكلم على الأزمة المناخية، وبنتكلم على ان احنا كلنا حاسين بده، الجو بقى حر بزيادة، يعني حتى دي كلام مش بقى ما بقاش علمي، لكن بقى برضو محسوس. كل انسان حاسس بيه، الكوكب بيعاني. والنهارده كنا بنقول كده، ربنا خلق الكوكب، خلق الحياة كلها فيها تدوير، الميه بتنزل مطره وبعدين تتبخر وتطلع تاني. فاحنا هو ده الكونسبت اللي احنا بنشتغل عليه في الهندسه البيئيه او في مبدا الاستدامه، ان انا ما اخلصش المصادر اللي عندي. فاحنا النهارده بنتكلم في صناعه في مصر، بس بنتكلم في صناعه مستدامه، ان انا كمان باخد بالي انه يعني ايه صناعه مستدامه؟ يعني المصادر اللي عندي برجعها تفضل موجوده عندي طول يعني الوقت. يعني احنا مثلا دلوقتي مهتمين بمساله الطاقه الجديده والمتجدده بالظبط، والهيدروجين الاخضر وحاجات بالظبط، الحاجات كل حاجه تحقق لي ان الطاقه تبقى طاقه متجدده. تمام. يبقى انا بعتمد بشكل اقل على اللي بنسميه الوقود الاحفوري او البترول او الحاجات الملوثه للهواء. في الميه انا بشتغل إعادة على تدوير اعاده وتحلية. تدوير المياه واستغلالها مره ثانيه. في كل في الويست، في الفضلات اللي انا لازم اعيد تدوير الفضلات بتاعتي، ويمكن حتى ده كان بدا يبقى في مصر، البلاستيك والورق والحاجات دي كلها. فالفكره ان انا اتعامل بشكل يخليني الموارد الموجوده عندي، احنا على الكوكب عندنا موارد محدده، هي نفسها الاكس، كل واحد فينا عنده الحاجات هي دي. لو خلصناها في 10 سنين خلاص ما عندناش تاني. فاحنا الفكره هي دي، فكره الاستدامه، ان انا ارجع تاني استعملها، وهو ده اللي بيحصل النهارده. الحقيقه العالم كله بيتجه لده، لكن لازم يكون عنده امكانيه انه يطبقه، كلنا ينفع نقول صح.